الأنوار. مرحبا بالحضور الكريم ضمن فعاليات مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بدورته الثالثة. نرحب بالحضور الكريم والضيوف الذين حضروا من مختلف الدول العربية. كما أرحب بالسيد عبد الصادق مرشد رئيس مقاطعة معارف والسادة المسؤولين مع حفظ الألقاب والمراتب. سنرفع ستار الدورة الثالثة لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بكلمة لسيدة رئيسة المهرجان فاطمة أنوالي. العودة دائما كتكون صعبة لأن احنا كنا مهرجان بادي بدورتين، نجحنا في الدورتين الأولتين وكان نطمح إلى نجاح أكبر، فجاءت جائحة كورونا ووقفتنا، فهي وقفت العالم كله. فللأسف الشديد أن بعد المجهود ديال دورتين فالواحد خصو يبدأ من جديد. هذه الدورة الثالثة هي ممكن اعتبرها ولادة جديدة للمهرجان. نتمنى أنها تكون في مستوى تطلعات المشاركين وأن تكون هناك جودة كما احنا اخترنا وبحثنا وحاولنا ان تكون دورة مميزة جيدة على مستوى الافلام، على مستوى المشاركين وعلى مستوى لجان التحكيم. فنتمنى ان هذا الجهد يوصل للجمهور المغربي. اغلب الدول العربية موجودة، فاذا ما كانش في المسابقة الافلام الطويلة فهي في الافلام القصيرة او ضمن لجان التحكيم او ضمن الورش او ضمن الماستر كلاس او حتى في افلام خارج المسابقة. فاظن ان كل الدول العربية موجودة اليوم. أن أي حاجة دارت في المغرب أي حاجة اللي كانت تعطي القيمة للمغرب ممكن المغربي الحقيقي إلى يدعمها ويكون فيها ويكون حاضر فيها. ماشي ضروري أن غير الفلوس ولكن حتى الدعم النفسي والإنساني خاص لها التظاهرات. ضروري أننا نجي وضروري أن التواجد ما يكون، والأخص الإعلام ديالنا اللي بلا بكم راه ما يمكنش حتى تظاهرة ما تنجح. أنتم الدعم الكبير، أنتم القوة الكبيرة، فشكرا لكم على تضحيتكم، شكرا لكم على أي حاجة كتقدموها للمغرب، لأن المغرب خصو يتعرف خارج المغرب وخصنا نقولوا للناس خارج أننا بلاد كتدعم الفن وبلاد فيها الفنانة وبلاد فيها الثقافة وبلاد فيها الإعلام الحقيقي. فتحية لكم ومبروك لهاد التظاهرات كتار وكتار. أكيد حنا فرحانين بعودة الحياة الثقافية لأنه سنين هذه وحنا يعني مسدود علينا ويعني تضرينا بزاف، والحمد لله أن هاد الحياة هذه رجعات، رجعوا المهرجانات. حضرت وشاركت بزاف ديال المهرجانات مؤخرا، فأكيد سعداء أننا نحضروا المهرجانات ونتلاقاو بالأصدقاء ديالنا ونترجعوا ترجع الطابي غوج، رجع الفرحة البهجة، وأيضا نتلاقاو حتى بالجمهور. إحساس جميل. ما طبعا جينا باش نسدوا الأصدقاء ديالنا والفنانين، شوفوا أفلام العربية إن شاء الله، وهذا عرس سينمائي كبير، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. سيري جمال ديالي بحقيقة، شوف الجمال جمال الروح، الإنسان تيكون صالح مع نفسو ويحب الخير لنفسه وللآخرين، ربي تيوفقو. هادشي اللي كاين، ما كاينش شي جديد يذكر الآن، كاين ممكن مكالمات ومحادثات وكنتسناو مازال، يعني ما كاين حتى شي حاجة رسمية. ملي تكون شي حاجة رسمية إن شاء الله غادي نعلن عليها إن شاء الله. أنا فرحانة بزاف أنني غنتواجد بهذا المهرجان هذا، هادي أول مرة كنحضر مهرجان في المغرب، وأنا فرحانة أنني نشوف الزملاء ديالي في العمل، هذا شرف ليا. كاين الجزء الثاني ديال مسلسل ولاد العم اللي سالينا التصوير ديالو، خاصهم هما يديروه في التلفازه، يعني مازال ما عرفناش امتى بالضبط. وكاين مسلسل اخر اللي كنصوروه دابا اللي ما عرفتش امتى، ما نقدر نقول لكم عليه حتى شي حاجه لان مازال كونفيدونسيال. فرحانه صراحه، عجبني الحال اننا رجعنا من بعد كورونا، دازت واحد الازمه ودابا رجعنا للحياه العاديه، وحاجه زوينه اننا نرجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا. احساس زوين شفتو في بلادنا، الحمد لله كتلقى كل مدينه كتحتضن واحد المهرجان بطريقه ديالها، بعلى اش كيهضر.
فاليوم احنا كنتواجدوا بمدينه الدار البيضاء في الفستيفال العربي ديال الفيلم العربي، فهو حاجه زوينه انك غادي تلاقى بناس اخرين ممثلين من كل دول العرب، كتستافد منهم، كتشوف الثقافه ديالنا كتبارطاجيها وكتاخذ من الثقافات ديالهم هما، كتشوف افلام اللي فايتينك وكتلاقاو بزملاء اللي معنا في الميدان سورتو اللي كبر منا، كتشوفهم بواحد الشوفه ديال الاساتذه ديالك، كتستافد منهم، كتسمع لهم وكتمشي عامر. ان شاء الله كاين مسلسل على قناه الاولى اللي قريب غادي يخرج من اخراج ديال يوسف كتابات فتي اليوسفي، كاين مسلسل كازا ستريت اللي غادي يكون على منصه شاهد اخراج علي مجبود، كاين تيلي فيلم اللي ان شاء الله يلا غنبدا التصوير ديالو حتى هو في رمضان ان شاء الله. هو قرب لينا شويه، حنا كاملين عرب وكنفهموا اللغه ديالهم. ان شاء الله اللي كنطمح ليه هو ان السينما المغربيه تاخذ تكتسح الجمهور العربي كامل، عارف كو الدارجه ديالنا شويه صعيبه وحنا كنفهموهم هما ما كيفهموناش، مي ان شاء الله غادي يكونوا خصنا نولفوا لهم انهم بزمن يفهمونا باش نوصلوا لهم، باسكو كنشوفوا السينما المغربيه الحمد لله تيفوليات بزاف بزاف بزاف. زعما جد سعيده بحضوري لهذا المهرجان هذا والتظاهره الثقافيه، وفرحانه بزاف لاني انا كنعرف هذا السيكتور مزيان، باسكو انا كنسكن في هذا السيكتور ديال المعارف، عارفه مزيان بانه سيتي توجور كالم، يعني سي باس غيا ما كيتوقع فيه حتى حاجه سورتو في الجانب الثقافي، وهادشي كيحس في النفس كيفاش واحد البلاصه كبيره بزاف فيها سكينه كثيره بزاف وما فيهاش شي تظاهره ثقافيه. يعني اليوم مولد ديال، انا بالنسبه لي واخا هذا المهرجان عنده سنوات ولكن مولد ديالو هنا في هاد الكارتي اللي نقدر نقولوا، فرحانه وما كرهتش ان في كل كارتي في كل حي يكون هاد بحال هاد المهرجانات الثقافيه اللي كينعشوا ثقافيا المنطقه وكيخلقوا واحد الجو زوين بزاف، وتبارك الله عليهم الناس القيمين على هذا المهرجان هذا لانهم كل عام كيضربوا لنا موعد، وللاسف كنا توقفنا واحد العامين ديال كورونا ولكن الحمد لله رجعنا كنتنفسوا من جديد. هذا هو الجميل، هو ان مدينه الدار البيضاء هي مدينه كبيره بزاف، ساكنتها كثيره كثيره بزاف، يعني الا ما كانوش بحال هاد التظاهرات الثقافيه ماشي ولا بدا غير السينما، يكون المسرح يكون الموسيقى الراقيه، يكون حوايج اللي يرقيو النفوس كيجيوني كلام غير بفرنسية، يعني انهم يخليو احاسيس زوينه عند الناس وانطباع يخليو انطباع زوين عند الناس ما احوجنا لها. يعني انا كنفضل يكون بحال هادشي على انه نلقاو العنف الزناقي ونلقاو التسيب ونلقاو الانحراف، طبيعة الحال هادشي غادي يخلي شبابنا يمكن كيتسناو كل عام بحال التظاهرات، وبحال اللي بصفه او باخرى كندخلوهم وسط واحد الاطار اللي هو جميل. انني كنت واجدت في المهرجان اليوم مع اصدقائي الفنانين وتلقيت الدعوه من صديقتي الفنانه الغنيه عن التعريف جليله المسيك، نبغي نشكرها على الدعوه ونبغي نشكرها على صداقتها اللي عطات اضافه لحياتي سواء الشخصيه ولا الفنيه، وكنتمنى لهم التوفيق ونتمنى ان شاء الله نكونوا قدام الرباح عليهم لان هذه اول مره نحضروا معهم المهرجان ديالهم. لا يوسف احنا الفنانين هذه هي اللقاءات اللي كتجمعنا واللي كتخلينا نشوفوا الجديد ديالنا واللي اننا نهنئوا بعدنا بطريقة مباشرة، فكنتمنى إن شاء الله أنها تكون دائما مستمرة والله يحد علينا الباس بإذن الله. كلها جميلة وكلها متألقة وكلها هادفة، رسائل اجتماعية إيجابية كتوصل بزاف ديال الطاقة الإيجابية للمجتمع العربي بصفة عامة، وأنا سعيدة بهذا التطور في السينما سواء العربية ولا المغربية، ونتمنى أن المغربية تتطور أكثر وأكثر ونوليو نفسه إن شاء الله عالميا. هذا واحد الحفل في المنطقة ديال المعارف اللي كتفتخر به الساكنة ديال المعارف، هنا كمخرجين وكمنتجين ولاد هذه المنطقة عندنا عظيم الشرف باش يكون عندنا مهرجانات في هذه القيمة وبهذا المستوى في الأحياء يعني كالمنطقة ديال المعارف، فكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى باش يوفق الجميع ونشوفوا شي حاجة جديدة ونتمنوا المزيد من هذه المهرجانات. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.